يد تعلم وأخرى تقاوم، لهذا الشعار تسير تعز ثابتة الخطى، لا تغيبها المدارس عن المدارس ولا تمنعها البنادق عن حمل الأقلام. كل المقاتلين في الميدان هم في الأصل تلاميذ هنا، وأغلب القادة في المقاومة هم في الأصل معلمون هنا أيضا. عبد الصغير أستاذ الرياضية وقائد الجبهة الغربية سيغادر هذه القاعة إلى جبهة القتال بعد الانتهاء من حضور حفل تكريم المعلم في يومه العالمي، الحفل الذي أقامته نقابة المعلمين في تعز لتكريم 500 معلم ومعلمة كبادرة شكر منها على أداء مهامهم رغم كل العقبات والظروف الصعبة التي مروا بها. تكرم عدد من المعلمين يصل 550 معلم ومعلمة. هؤلاء المعلمون هم الذين أدوا الواجب خلال الظروف الصعبة، أخذوا أقلامهم وطباشيرهم وتجاوزوا كل الظروف الأمنية الصعبة وأدوا الواجب وعلموا أبنائنا حتى أنهم اختبروهم وتجاوزوا الاختبار. من ميادين المقاومة أو من ميادين التعليم يستمر أبناء محافظة تعز على إدهاش من حولهم يوما بعد آخر، وبرغم الحصار الخانق والتجاهل الموجع والأوضاع الأمنية الصعبة تراهم حاضرين في كل زوايا الحياة اليومية في المبادرات الشبابية والمعارك ومضمار العلم أيضا، مؤكدين بذلك على أن الحياة باقية وإن عرقلت الحرب تقدمها كثيراً.